خرجت جماهير المهن الصحية والتمريضية والإدارية هذا اليوم في محافظة ذيقار للمطالبة بمطالب رئيسية ومهمة، لخصناها في أربع مطالب مهمة صراحة. الأولى هي إكمال بناية وحدة الحروق التي هي تظهر أمامي في الصورة أمامي. صراحة هذه البناية التي أنشئت منذ العام 2007 حتى الآن ولم يتم إكمالها، وهنا هذا المطلب صراحة هو مطلب إنساني بحت من أجل إنقاذ مرضى الحروق المحتاجين إلى هذه البناية بصورة حقيقية وجدية. الأمر الآخر صراحة هو نرفض استثمار الجراج الذي هو أيضا في الساحة المواجهة أمامي. هذا الجراج الذي هو يعود إلى داخل أروقة المستشفى، صراحة لا يوجد هنا تداخل صلاحيات في أن يكون مستثمر مع دائرة الصحة مع مستشفى. الأمر الآخر صراحة اللي نطالب به هو نطالب برفع التسكين الوظيفي المتأخر في وزارة المالية ووزارة التخطيط منذ العام 2009 حتى الآن، وهو استحقاقات لآلاف منتسبي المهن الصحية والتمريضية والإدارية. خرجت اليوم الملاكات الصحية والتمريضية أمام بناية مستشفى الإمام الحسين للمطالبة ببعض الحقوق، ألخصها بأربع حقوق اللي هي إكمال بناية الحروق المتأخرة ولأهمية هذه البناية في إنقاذ البشرية. المطلب الثاني هو رفع التسكين الوظيفي الجائر بحق ملاكاتنا الصحية والتمريضية. للمطالبة بعدة مطالب، أهم هذه المطالب هي الحد من قضية الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية، وهي ظاهرة أصبحت يعني منتشرة في عموم المؤسسات الصحية. نطلب من الحكومة، نطلب من المجتمع أنه مراعاة هذا الكادر الذي يقوم بخدمة إنسانية متواصلة وتثمين جهود هذه المؤسسات التي لم تقف لحظة واحدة حتى في قضية في الحروب والأزمات وكذا، أنه تبقى هذه المؤسسات في دوام وفي عمل مستمر. نطلب من المجتمع أولا الثقافة الصحية والتعامل الجيد مع هذه الكوادر، وكذلك من أصحاب القرار ومراكز القرار أنه الاهتمام بهذه الشرائح. نقف اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية مع كوادرنا التمريضية والصحية والإدارية مطالبين فيها بمطالب أهمها هي المطالب الإنسانية، وهو إكمال بناية الحروق التي أنجز منعتها تقريبا 90%. هذه البناية هي على تنمية الأقاليم، يعني الجهة المسؤولة هي المحافظة، فنتمنى من السيد المحافظ إنجاز ما تبقى من هذه البناية لما لها من أهمية لأبناء محافظتنا. ورتت الحروق الحالية لا ترتقي بالمستوى المطلوب في استقبال الحالات الحرجة في هذه المحافظة.